السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، شرط أمريكي لتنفيذ اتفاق اليمن والسعودية، وإلى التفاصيل. جددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء تهديدها بإجهاض الاتفاق الأخير بين صنعاء والرياض، وذلك في أول تعليق لها على الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي هانس جروندبيرغ. وأكد الممثل البديل للشؤون السياسية ببعثة أمريكا في مجلس الأمن روبرت وود بأن تنفيذ أي اتفاق في اليمن بما في ذلك خارطة الطريق مرهون بخفض التصعيد من قبل من وصفهم بالحوثيين، في إشارة إلى المطالب الأمريكية بعدم الرد اليمني على العدوان الإسرائيلي الأخير على الحديدة. ويعد الشرط الجديد هو الثالث من شروط ظلت تعرقل بها أمريكا التقدم بملف السلام في اليمن. ومن ضمن تلك الشروط التي طرحها وود في كلمته بمجلس الأمن إطلاق خلايا التجسس الأمريكية، إضافة إلى وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر. وأكد الممثل الأمريكي إجهاض بلاده اتفاق سلام في اليمن قبل عام مرجعا ذلك لما وصفه تصعيد الحوثيين، في إشارة إلى العمليات اليمنية المساندة لغزة. وتشير هذه الشروط إلى رفض أمريكي للاتفاق الأخير ومحاولتها إجهاضه أو على الأقل منع تنفيذه. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.